جذبت المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب في ظل ما توفره من عائد استثماري مرتفع، لاسيما مع إقرار العديد من المحفزات الاقتصادية وفي مقدمتها أنظمة الإقامة الجديدة، حيث أكد خبراء الاقتصاد على جاذبية العاصمة كوجهة استثمار مفضلة للعملاء الدوليين في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، ذلك في ظل وجود عدد من العوامل المشجعة للاستثمارات الأجنبية بهذا القطاع وتوالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة. بدورها كشفت شركة الدار العقارية مؤخراً عن بيع جميع الوحدات في أول 3 مبانٍ سكنية تم إطلاقها في المرحلة الأولى من مشروع غراف ديستريكت بجزيرة السعديات بإجمالي مبيعات بلغت 600 مليون درهم، مع استحواذ المشترين من غير المقيمين على 37% من إجمالي المبيعات، الأمر الذي شكل معدل الطلب الأعلى من هذه الفئة على مشاريع الدار في مؤشر على جاذبية العاصمة كوجهة استثمار مفضلة للعملاء الدوليين. وبلغت مبيعات الدار خلال الأشهر 9 الأولى من هذا العام 9,300,000,000 درهم، بزيادة قدرها 2 ملياري درهم عن المبيعات التي جرت في عام 2021، في ظل النمو الذي تشهده مبيعات المجموعة من قبل المشترين الدوليين والمقيمين، لا سيما مع تحول أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية. وتؤكد نتائج أحدث التقارير الاقتصادية أن سوق العقارات في أبوظبي يشهد تحولاً تدريجياً، ويعود ذلك بسبب الاهتمام المتواصل من قبل المشترين من مواطني دولة الإمارات وجميع المقيمين فيها، وزيادة كبيرة في عدد المستثمرين الدوليين الذين يشترون مختلف العقارات في العاصمة، حيث شهد القطاع العقاري في أبوظبي مؤخراً زيادة ملحوظة في الاستثمار الخارجي، خاصة من قبل بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والهند، والمشترون هم في الغالب المستخدمون النهائيون لهذه العقارات، والذين يرغبون في الانتقال إلى أبوظبي مع عائلاتهم للعيش والعمل فيها، نظراً لما توفره من مستويات رفيعة للسلامة والأمن والاستقرار. ومنحت التغييرات الأخيرة في لوائح التأشيرات إلى جانب سهولة الانتقال وإجراءات الإقامة أو الاستثمار اهتمام شريحة واسعة بسوق العقارات في أبوظبي، الأمر الذي أدى إلى جذب الكثير من المستثمرين والباحثين عن ملاذ آمن للعيش والاستقرار، حيث الأمن والأمان وجودة الحياة العالية بمختلف جوانبها. واحتلت كل من جزيرة السعديات وياس وجزيرة الريم المركز الأول من حيث إقبال المستثمرين على التملك والعيش هناك، وبنسب وصلت إلى 30%، الأمر الذي يشير إلى امتلاك العاصمة لمختلف الحوافز الاقتصادية التي تجعلها دائماً محط أنظار الكثيرين من الباحثين عن الرفاهية وجودة الحياة وأفضل فرص العمل.